في تطور لافت حل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرادنبرغ ضيفاً على الرئاسة الجنوبية في أول زيارة لمبعوث أممي لعدن. غرادنبرغ وبعد ساعات من وصوله عدن التقى بالرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس بإشارة إلى تبلور رؤية دولية مختلفة تستوعب حقيقة ما يمثله المجلس الانتقالي من ثقل سياسي يصعب تجاوزه في مساعي البحث عن سلام شامل وعادل. محادثات على قدر كبير من الأهمية عقدها الرئيس الزبيدي وغرادنبرغ، اتفقا خلالها على أهمية وقف الحرب وإشراك المجلس الانتقالي في العملية السياسية، وكذا التشديد على سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقاً لاتفاق الرياض. الرئيس الزبيدي انتهز اللقاء لتأكيد دعم المجلس لجهود المبعوث الأممي وتذكيره بالحاجة إلى حلول تعكس واقع الأطراف على الأرض وتستوعب مسببات وجذور الصراع وفي طليعتها قضية شعب الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي. علي الكثير المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي استبق اللقاء بالتعبير عن ترحيب المجلس بقدوم غرادنبرغ إلى عدن، مبدياً حرص المجلس على دعم جهوده لتحقيق السلام. الكثير دعا جميع الأطراف إلى التعاطي الإيجابي مع جهود غرادنبرغ الرامية إلى وقف الحرب، مشدداً على أن السلام يجب أن يكون خياراً حقيقياً وقراراً جاداً وغير مشروط. زيارة المبعوث الأممي لعدن للمجلس الانتقالي خطوة مهمة تؤكد توصل المجتمع الدولي إلى اقتناع بمكانة ودور المجلس كطرف رئيس في العملية السياسية، وهو ما سيثير دون شك حفيظة القوى المناهضة للجنوب والساعية لواد قضيته واغتصاب تمثيلها.